موجز لأهم وآخر الأخبار نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور وتقرأه أمينة عوض. أهلا بكم. يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني غدا الأحد أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة 18 ويلقي جلالته خطاب العرش السامي. انخفض عدد السيدات في حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد التعديل الأول الذي جرى عليها أمس الأول منذ تشكيلها في 14 من حزيران الماضي ليصبح عددهن 6 وزيرات بدلاً من 8، حيث خرجت وزيرتا التنمية الاجتماعية هالة بسيسو والثقافة بسمة نسور. قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة بصدد إصدار نظام خاص لمزاولة مهنة التعليم بحيث يتم من خلاله اقتصار مزاولة مهنة التعليم على من هم أهلاً له. تباشر أمانة عمان الكبرى الشهر المقبل إنشاء الجسور الخرسانية داخل حرم تقاطع المدينة الرياضية ضمن حزام مشروع الباص سريع التردد. حافظ المستثمرون الأردنيون على المرتبة الأولى بين مستثمري الدول العربية غير الخليجية بقيمة مشترياتهم العقارية في إمارة دبي خلال الأشهر 9 الأولى من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 327 مليون دولار. عربياً، أكد وزير الداخلية السعودي شجب السعودية واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة حكومة وشعبا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. دولياً، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات التركية بالإفراج سريعاً عن بقية الأمريكيين المحتجزين لديها، وذلك بعد إفراج أنقرة عن القس الأمريكي أندرو برانسون مساء أمس. أخيراً، نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة وغدا الأحد، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتميل ليلا للبرودة في أغلب المناطق. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني الدستور.com. نهاية الموجز، إلى اللقاء.